السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. لالا وئام، مرحبا بك. الله يرحم بك. مبروك العيد. الله يبارك فيك لالا. هذا لا نسميه عيدا، نسميه ذكرى، لأن نحن عندنا عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا يسمى ذكرى جميلة. أهله الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. الله يجازيك بخير على هذا البرنامج زوين بزاف وكيفتح القلب بالناس. يعني كتعير باش تعي معايا مع الوالده ديالي مريضه و تعي معايا يجيبها بالشفاء هذا يا ربي يا كريم. ولله وئام، واحد الطريقه جميله لاستجابه الدعاء وهو انك ادعي وصلي على النبي، ادعي وصلي على النبي، فان الصلاه على النبي مثل الحمام الذي يطير في السماء فيحمل الدعوه وتفتح لها ابواب السماء وتصل الى الرحمن. فاللهم يا ربي يا كريم ببارك للصلاة على النبي، شافي أم وئام، اللهم شافيها وعافيها من كل مرض وسقم. اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شافي أم وئام، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي. اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تعالى أن يشافيها ويعافيها. هذه طريقة ذكرها بعض الصالحين، أنك تدعو وتصلي على النبي والدعوة لا ترد، لأن الصلاة على النبي مقبولة عند الله، وهو القائل جل علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله في سمائه جل علاه يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي. فإذا قلنا أي دعوة وقرناها بالصلاة على النبي فإنها تصل إلى الرحمن ولا ترد بإذن الله تعالى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.